بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في هذه الآية حيث يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن شأن نزول هذه الآية في الإمامة، بمعنى أن الإمام السابق أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغ الناس الإمام اللاحق. وأن يسلمه مواريث الأنبياء، ومواريث رسول الله صلى الله عليه واله كالكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، وكعلائم النبوة، وبعض الأشياء التي هي تعتبر من مواريث النبوة كعصا موسى عليه السلام. وخاتم سليمان. وهكذا هذه الأمور كلها انتهت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأضيف إليها مواريث رسول الله صلى الله عليه وآله، المواريث التي ترتبط بوصايته وبولايته وبنبوته ورسالته. هذه المواريث من بعد رسول الله صلى الله عليه واله انتقلت الى امير المؤمنين عليه السلام وامير المؤمنين سلمها الى الامام الحسن وهكذا كل امام يسلمها الى الامام الذي من بعده وهذه هي الامانه التي هي شان نزول هذه الايه الشريفه ان الله يامركم ان تعدوا الامانات الى اهلها طبعا كما ذكرنا فيما مضى ان شأن النزول لا يخصص الاية اذا كانت عامة، ولذا قالوا خصوصية المورد لا تخصص الوارد. يعني اذا ورد لفظ له عموم او له اطلاق ورد في قضية خاصة كانت شأن نزوله. شأن النزول لا يكون قرينة لتخصيص ذلك العام، او تقييد ذلك المطلق. فكثير من الايات العامة نزلت ولها شأن خاص، المهم عموم اللفظ وإطلاق اللفظ، والأمانات وإن كان شأن نزولها مواريث الأنبياء والإمامة، إلا أنها لفظ عام فتشمل أمانات الناس فيما بينهم، وهكذا كل شيء يطلق عليه الأمانة، إذا الإنسان ائتمن ائتمن لا يجوز له ان يخون تلك الامانه. طبعا احاديث هذا الباب هي كثيره وتدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، وانما هذه الاحاديث اسنادها متعدده وفي الفاظها نوع اختلاف، وايضا هي مرويه عن مجموعه من الائمه. مثلا الحديث الاول كان مرويا عن الإمام الباقر الحديث الثاني مروي عن الإمام الرضا وكذلك الحديث الثالث الحديث الرابع مروي عن الإمام الصادق وكذلك الحديث الخامس والحديث السادس والسابع الآن نحن نقرأ هذه الأحاديث وفيها اختلاف طفيف نبين المعاني في هذا الأمر أحمد ابن عمر يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها قال هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم السلام هذا شأن نزول هذه الآية إن الله يأمركم يا آل محمد أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده، الله سبحانه وتعالى عين الأئمة واحدا بعد واحد، وليس الإمام السابق هو الذي يعين الإمام اللاحق، بل ولا رسول الله هو الذي عين الأئمة، بل الله سبحانه وتعالى عين الأئمة لأن الإمامة هي عهد الله سبحانه وتعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، الله سبحانه وتعالى يقول الإمامة هي عهده لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله. وعهد الله إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى الناس، مثل النبوة، النبوة عهد الله سبحانه وتعالى، ليس للناس اختيار في ذلك، وإلا إذا كان اختيار للناس في النبوة يختارون شخص غير قابل، ينظرون إلى الظاهر، ويتركون التفضيل الواقعي. الذي هو صار سببا لاختيار الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص للنبوه، وهو ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه، وخصه بفضائل، فكان قابلا لهذا المنصب، فالله سبحانه وتعالى منحه النبوه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره الأمور التي يعينها الله سبحانه وتعالى لا خيار للناس فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زين واحد يجي يقول فإذا الشورى ما هي فائدتها؟ نقول الشورى في الأمور التي لا نص فيها، لا تعيين من الله فيها. إحنا في الأحكام الشرعية حتى في أبسط الأحكام الشرعية ما عندنا شورى الصلاة واجبة الناس رفضوا لا قبلوا يسوون شورى بأن يقبلوا أن الصلاة واجبة أو ليست بواجبة خلاص الله قضى ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله الله اختاره للرسالة الناس قبلوا لا رفضوا ما لهم حق في ذلك الأئمة تعيين من الله سبحانه وتعالى الناس عليهم ان يرضخوا لما اختاره الله سبحانه وتعالى، اذا رفضوا كما رفضوا الانبياء يعاقبون على ذلك لانهم رفضوا اختيار الله سبحانه وتعالى، نعم في لا الصفيح ياتي دور الشورى. الامام لا يعين الامام الذي بعده مو مثل الملك. أو خلافة السلاطين الجائرين يجي الخليفة بكيفة يعين وليا للعهد هارون العباسي عين ثلاثة أولاده بالتدريج عين الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن زين الأمين ما عجب المأمون فعزل المامون ونصب ابنه المامون رفض وحارب وقتل الامين وبعدين راد صالح مع بني العباس عين المعتصم وليا للعهد او معاويه ابن ابي سفيان عين من بعده يزيد ابن معاويه وفرض على الناس البيعه له هذا الداب السلاطين اما بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة لا يوصون إلا من أمرهم الله به، يوصي أن يكون هذا من بعدك نبيا أو من بعدك يماما، قد نبي من الأنبياء يقترح الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لذلك الاقتراح وقد لا يستجيب لذلك الاقتراح، يعني الله سبحانه وتعالى كما اصطفى موسى اصطفى هارون وكما عصم موسى عصم هارون فلما بعث موسى موسى اقترح على الله سبحانه وتعالى أنه هارون أيضا يكون معه نبيا ليكون ردءا له الله سبحانه وتعالى عين هارون نبيا مع موسى لأن موسى هو الذي عينه للنبوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي اراد ان يكون علي بن ابي طالب عليه السلام الامام من بعد رسول الله صلى الله عليه واله. ولعظمة هذا العهد الله سبحانه وتعالى ما بلغ الرسول بذلك عن طريق جبرائيل. كلا في المعراج حينما الرسول صلى الله عليه وآله عرج به الله سبحانه وتعالى إلى السماء هناك كلم الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بخلق الصوت فبلغه بإمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام أولهم علي بن أبي طالب لذلك مو الإمام السابق هو الذي يعين الإمام اللاحق لا وإنما يبين للناس إذا ما في تقية يبين بشكل عام كما بين رسول الله صلى الله عليه واله وصاية وخلافة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بعده في مواطن كثيرة كان منها يوم غدير خم وأخذ البيعة في يوم الغدير، الفرق بين يوم الغدير وسائر الأيام أن في سائر الأيام مثلا في منى في نفس السنة في العام العاشر. من الهجره بلغ الناس وكذلك في يوم الدار في مكه المكرمه وانذر عشيرتك الاقربين بلغهم وبينهما ايضا بلغ لكن في يوم الغدير اخذ منهم البيعه من اهل المدينه ومن حولها اخذ منهم البيعه لتتم الحج عليهم اكثر فالرسول مجرد واسطة يبلغ ما أراده الله سبحانه وتعالى في ذلك لذلك الإمام الرضا في هذا الحديث يقول هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله مو من غيرهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يأمركم شأن النزول يا آل محمد أن تؤد الأمانات شنو هي هاي الأمانات أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده يعني يعلن إمامته ويسلم مواريث الأنبياء مضافا إليها مواريث رسول الله صلى الله عليه وآله التي تخص المنصب كسلاحه مثلا إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه ما إلى حق يصرفها عن غيره ما تصرف الإمامة عنه ولا تتمكن من أن تسلم ودائع النبوة إلى غيره الحديث الثالث أيضا بهذا المعنى الحديث الرابع عن الإمام الصادق في السؤال عن هذه الآية أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده يعني من مختصات الإمامة ومن مواريث الأنبياء الحديث الخامس عن الإمام الصادق يقول لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إليه ليس بمعنى أن الإمام ما يدري من الإمام اللي بعده لا وإنما المقصود أنه يعلم بذلك الإمام فيوصي إليه ويخبر الناس وبعد ذلك حينما يحين اجله يقبضه الله سبحانه وتعالى اليه فالامام يعلم من الذي يكون من بعده يعلم الذي يكون من بعده ويوصي اليه ويسلمه الامانات واذا كان في تقيه قد لا يعلن ذلك بشكل عام لأنه يوجب ذلك ضررا بليغا لعله يؤدي إلى القتل والله سبحانه وتعالى أحيانا لا يريد الأمور أن تمشي بالطريق الإعجازي وإنما أراد أن تجري بالطريق الطبيعي فالإمام السابق يوصي إلى الإمام اللاحق سراً ويخبر الخواص بذلك اما بالنسبه الى عامه الناس فقد جعلت علامات من تلك العلامات اكبر الابناء الاحياء قد يكون هناك ابن اكبر لكنه يموت في حياه ابيه فهذا علامه على انه لم يكن اماما حتى إذا كانت منزلته كبيرة، مثلا علي الأكبر سلام الله عليه هو أكبر أبناء الإمام الحسين عليه السلام، ومنزلته عظيمة جدا، وذكر العلماء أنه كان معصوما، مع أنه مو إمام، لكن كان معصوم، لأنه لا يشترط في العصمة أن يكون إماما أو نبيا، يمكن واحد لا نبي ولا إمام لكن الله سبحانه وتعالى يعصمه. مثلا مريم عليها السلام كانت معصومه ولم تكن اماما ولا نبيا. وفاطمه الزهراء سلام الله عليها كانت معصومه ولم تكن اماما ولا نبيا. علي الاكبر عليه الصلاه والسلام يذكر العلماء انه كان معصوما. وكان اكبر ابناء الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لكن استشهد في حياه ابيه. فهذا علامه على انه لم يكن اماما. بعد علي الأكبر أبنى أكبر الأبناء الأحياء حين استشهاد الإمام الحسين هو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فهذه علامة لإمامته أكبر الأبناء الأحياء بشرط أن لا يكون فيه عاهة أن لا يكون معوق في جسده أو في خلل في جسده إذا كان معوق إذا كان معوقا أو في جسده خلل، حتى لو هو أكبر لا يكون إماما، لأن الإمام كما لا يكون نقص في خلقه وفي عمله، كذلك لا يكون هناك نقص في خلقه، ما يكون مشوه، ما يكون معوق، تام من جميع الجهات، سواء الظاهرية أو الباطنية، هذه من العلائم. الذي اوصى له الامام هذه من العلائم تسال من وصيه يقال وصيه فلان هذه علامه على انه امام هذه علائم لكن سبب الامامه هو اختيار الله سبحانه وتعالى والنص هو الذي يكشف عن ذلك وهذه العلائم تكشف عن وجود النص لذا في هذا الحديث الامام الصادق يقول أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده. في الحديث الخامس: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إليه. وأنه يموت بدون أن يعلم، لا هو يعلم فيوصي. وكذلك الحديث السادس والحديث السابع. بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر وهو باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد. الحديث الأول عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق فذكروا الأوصياء وذكرت إسماعيل، فقال: لا والله يا أبا محمد ما ذاك إلينا وما هو إلا إلى الله عز وجل ينزل واحدا بعد واحد إسماعيل رضوان الله تعالى عليه هو أكبر أبناء الإمام الصادق وأمه أيضا فاطمية علوية يعني أمه فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يعني الإمام الصادق تزوج بنت عمه الحسين ابن علي زين العابدين واسماعيل هو ابن الامام الصادق منها وكان عظيم المنزله صالح مؤمن علوي فاطمي من طرف الاب ومن طرف الام وهو اكبر ابناء الامام الصادق وكان فاضلا عالما فقيها ممدوحا بحيث ان الناس كانوا يتصورون انه هو الامام من بعد الامام الصادق، لانه اجتمعت فيه الفضائل النسبيه وانه الاكبر وانه فقيه عالم ورع متقي، والامام الصادق كان شديد المحبه له. وشديد البر به وشديد الاشفاق عليه لكن الامر الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يجعل الامور كما يشاء الناس وانما يجعل الامور كما يشاء هو بحكمته وبعلمه وبالمصلحه قرانا هذا الحديث فيما مضى ان ابليس لعنه الله حينما امر الله سبحانه وتعالى الملائكه بان يسجدوا لادم فابليس طلب من الله سبحانه وتعالى ان يعفيه من السجود لادم قال اعفني من السجود لادم واسجد لك كذا سجده كل سجده مثلا الاف السنين السجود لادم لحظات هذا اقل منه أنا يعني أسجد لك آلاف السنين الله سبحانه وتعالى قال إني أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد الله ما يحتاج إلى عبادة أحد أنت تقول لي ما أسجد لآدم أسجد لك آلاف السنين لا الله يعبد من حيث يريد الله يريد أن يعبد عن طريق السجدة لآدم تسجد لآدم تنجح في الامتحان ما تسجد لآدم وكان من الكافرين. والله سبحانه وتعالى طرده ولعنه بسبب تمرده على حكم الله سبحانه وتعالى، استكبر على حكم الله وتكبر على آدم. وفي حديث آخر أن الله لا يعجل لعجلة الناس، احنا عندنا عجله، الله ما عنده عجله. الله يتصرف بحكمه، أنت مستعجل؟ الله مو مستعجل. فالشيعة وكثير من الناس كانوا يتصورون ان اسماعيل هو الإمام من بعد الإمام الصادق، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى نزل ومات اسماعيل في حياة الإمام الصادق. ذكرنا مثل علي الأكبر عليه السلام. علي الأكبر هو الأكبر، لكن قتل في حياة أبيه في يوم عاشوراء، وتبين بذلك أنه لم يكن الامام على رغم منزلته العظيمه. اسماعيل كذلك مات والامام الصادق عليه الصلاه والسلام جزع عليه جزعا شديدا لشده محبته به وحزن عليه حزنا عظيما مثل ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه واله ابراهيم ابن رسول الله ولد على كبر يعني الرسول قريب الستين سنة عمره الله سبحانه وتعالى رزقه بإبراهيم ولم يكن له من الأبناء أحدا لأنهم ماتوا في مكة كانوا أبناء من خديجة ماتوا ومن البنات أيضا لم يكن عنده إلا فاطمة لأن سائر البنات أيضا متن قبل ذلك فمحبته لإبراهيم كانت محبة كبيرة جداً لكن الله سبحانه وتعالى قضى بموت ابراهيم عليه السلام فمات والرسول كان يقول: القلب يحترق والدمعة تجري ولا نقول ما يسقط الرب، قضاء الله نحن راضون بذلك. ولذلك حينما مات اسماعيل الامام الصادق عليه الصلاة والسلام تقدم جنازته بغير حذاء ولا رداء. وأمر بوضع السرير على الأرض مراراً، وأمر أن يكشف عن وجهه، حتى الناس يشوفون أن أن إسماعيل مات، مو واحد بعدين يجي ويدعي أنه لم يموت، ويتأسس مذهب طويل عريض، ولا زال أتباعه كثيرون، إما لأن البعض لم يعتقد بأن إسماعيل مات. أو اعتقد أنه كان الواسطة في انتقال النبوة أن الإمامة كان واسطة في انتقال الإمامة إلى أبنائه الإمام أمر بأن يوضع السرير الإمام الصادق أمر بأن يوضع السرير مرارا وتكرارا وأن يكشف عن وجهه ليعلم بموته زين الشيعة قبل موته كانوا يتصورون أنه هو الإمام اتبين هو مو الامام. لذلك ابو بصير يقول: وكان من الاصحاب الخاصين للامام الصادق، كنت عند ابي عبد الله فذكروا الاوصياء وذكرت اسماعيل. فقال لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا انا احب اسماعيل حبا شديدا. لكن اختيار الامامه بيد الله مو بيد الامام الصادق عليه السلام. ما ذاك إلينا وما هو إلا إلى الله عز وجل ينزل واحدا بعد واحد هل ينزل واحدا بعد واحد يعني يأمر بواحد بعد واحد أو ينزله من العالم حول العرش إلى صلب أبيه ثم ينزله إلى الأرض الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد تتصور أنه إحنا نريد لا هذا مو اختيار بيدنا لا والله ولكن عهد من الله ورسوله يعني وصية وميثاق يقال عهد فلان إلى فلان يعني شنو يعني ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه زين لماذا يقول عهد من الله ورسوله مع انه هو عهد الله؟ انما اضاف الرسول لان الرسول هو الذي بلغ هذا العهد. تلقى الرسول صلى الله عليه واله هذا العهد في المعراج فبلغ واحدا بعد واحد. لذا كل امام كان يعرف الائمه الذين من بعده الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل. ماكو واسطه، ماكو فاصله، كل امام الله سبحانه وتعالى يختار لقائه بعد امام موجود. لرجل فلا رجل حتى ينتهي الامر الى صاحبه، يعني الى الامام المهدي حيث لا عهد بعده. ماكو بعد الامام عهد لشخص. وانما بعد الإمام المهدي الرجعة. يعني واحدا بعد واحد الأئمة يرجعون والله سبحانه وتعالى يحكمهم في الأرض. يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. حينما الله سبحانه وتعالى يريد لقائه. في الحديث الشريف تنشق الأرض فيخرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الله يحييه. الله يحييه. إذا عيسى بإذن الله يتمكن من إحياء الموتى لأن الله أذن له، فهو الله سبحانه وتعالى قادر بإحياء الموتى. فالإمام الحسين يرجع ويحكم، وهكذا إماماً بعد إمام يرجعون ويحكمون إلى أن تقوم القيامة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فآخر من عهد إليها الإمام المهدي ماكو بعد عهد فلذلك الإمام الصادق في هذا الحديث يقول حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه يعني صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب نتركها الى حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين